مشروب بالموز والتمر. هنحط تمر منزوع، بصوا المقادير دي بقى زي ما تحبوا، يعني حاطه تقريبا نص كوبايه تمر عليها، بس نضربه الاول وبعدين هنحط، هقول لكم بقيه المقادير دلوقتي. نزود اللبن عشان يتضرب احسن. اللبن دي بقى حسب الايه انتوا عايزينها، خفيفه تقيله زي ما تحبوا. ومعانا عسل للتحليه حسب ما تحبوا برضو. وهنحط فيها موزه، وهنحط فيها قرفه، رشه قرفه، رشه القرفه اهو، رشه كده بسيطه، والعسل اهو. وللي يحب بقى تكه كده مش صحيه قوي بس تدي طعم لذيذ، ممكن يحط ايس كريم الفانيليا، وده هنحطه دلوقتي. نزود بقى ايس كريم الفانيليا اهو، وهزود برضو اللبن علشان ده مسكر جدا، فلازم نظبط بقى الدنيا. وتدوقوا تظبطوا، عايزين تزودوا عسل، عايزين تزودوا قرفه، عايزين تزودوا لبن، يعني زي ما تشوفوا. يعني حاولوا تخلوه ناعم جدا، لان الاطفال ما بتحبش الحاجات يحسوها في بقهم كده لو حاجه خشنه، فاحسن يبقى ناعم. Thank you.